بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى السلسلة الأولى من تمارين الكتاب المدرسي للسنة الرابعة من التعليم المتوسط في ميدان الظواهر الكهربائية، وبالضبط في الوحدة الوحدة التعلمية الأولى، التكهرب والشحنة الكهربائية والذرة. إذن قلت مع السلسلة الأولى. السلسلة الأولى تتمثل في قلنا السلسلة الأولى تتمثل في تمارين اختبر معارفي. إذن مع التمرين الأول يقول: متى نقول عن جسم أنه مشحون بكهرباء ساكنة؟ إذن نقول عن جسم أنه مشحون بكهرباء ساكنة إذا ظهرت عليه الشحنة الكهربائية، وذلك إما بعملية فقدان بعض إلكتروناته أو اكتساب إلكترونات من غيره. هذا بالنسبة للجسم متى نقول عنه أنه مشحون بكهرباء ساكنة. إذن كما قلنا، نقول عن جسم أنه مشحون بكهرباء ساكنة إذا تراكمت الشحنات الكهربائية على سطحه، أي لم تنتقل عبره، أو فقد بعض شحناته. ما الفرق بين النواقل والعوازل؟ إذن فالنواقل لا يمكن شحنها لأن الشحنات الكهربائية تنتقل عبرها، يعني من خصوصية الأجسام الناقلة أنها تحتوي على إلكترونات حرة، أي الشحنات الكهربائية السالبة تكون حرة، وبالتالي يمكنها الانتقال عبرها، وبالتالي لا يمكن شحنها إلا إذا تم عزلها من أحد طرفيها. العوازل عكسها، العوازل يمكن شحنها. لماذا؟ لأن الشحنات الكهربائية لا تنتقل عبرها، بمعنى أن هذه الأجسام كالبلاستيك والزجاج والخشب الجاف إلى آخره والإيبونيت والمطاط وما شابه ذلك، فهي أجسام لا تحتوي في سطحها الخارجي، يعني ذراتها لا تحتوي على إلكترونات حرة، وبالتالي تتراكم الشحنات الكهربائية عليها ولا تنتقل عبرها. السؤال الثالث: ماذا يحدث في الحالات التالية؟ مستعملا رسومات توضيحية. ألف: إذا قربنا جسما موجب الشحنة الكهربائية من جسم ناقل معزول متعادل كهربائيا. إذن عندما نقرب جسما مشحونا بشحنة موجبة كما هو مبين في السؤال من جسم ناقل معزول ومتعادل كهربائي، يحدث في بداية الأمر استقطاب، أو يحدث استقطاب للجسم المتعادل، أي هنا نكون أمام ما يسمى بالتكهرب بالتأثير. ما معنى يحدث استقطاب؟ أي تقترب الشحنات السالبة للجسم المتعادل من الجسم المشحون بالشحنة الموجبة. الشحنات السالبة التي كانت موزعة بانتظام في الجسم المتعادل تنجذب نحو الجسم المشحون بالشحنة الموجبة، وفي الجهة البعيدة تظهر الشحنة الموجبة. إذن يصبح الجسم مستقطب، له قطبين: قطب موجب وهو البعيد، وقطب سالب وهو المجاور للجسم المشحون بالشحنة الموجبة، كما هو مبين في الرسم هنا معنا. لاحظ ماذا يحدث حينما نقرب جسما مشحون بالشحنة الموجبة. وما معنى أن يكون الجسم مشحون بالشحنة الموجبة؟ فأثناء دلك هذا الجسم أو شحنه بأي طريقة فقد بعض إلكتروناته، لما فقد بعض إلكتروناته صار موجبا. حينما نقربه من جسم، كما تلاحظ هذا عبارة عن ناقل، مثلا قضيب من النحاس أو قضيب من الألمنيوم موضوع على حامل عازل، ماذا يحدث هنا؟ حينما نقرب منه جسما مشحون بالشحنة الموجبة يحدث استقطاب لهذا
الجسم المتعادل، وهنا نكون أمام ما يسمى بالتكهرب بالتأثير. لاحظ كيف انجذبت الإلكترونات نحو الجسم المشحون بالشحنة الموجبة، في حين بقي الطرف البعيد مشحون بالشحنة الموجبة. هذا ماذا ما يحدث في الحالة الأولى. نمر إلى الحالة الثانية. عندما نقرب الحالة الثانية، إذا قربنا جسما سالب الشحنة الكهربائية من جسم ناقل معزول متعادل كهربائي، عندما نقرب جسم مشحون بشحنة سالبة يعني عليه فائض من الإلكترونات من ناقل معزول متعادل كهربائي، ماذا يحدث؟ كذلك يحدث نفس الأمر ولكن بصورة عكسية، أي يحدث استقطاب للجسم المتعادل بحيث تبتعد الشحنات. لاحظ هنا تبتعد الشحنات السالبة عن الجسم المشحون بالشحنة السالبة، فتظهر هنا الشحنة الموجبة بجوار الجسم المشحون بالشحنة السالبة. إذن فيصير الجسم مشحون بالتأثير له قطبين، القطب البعيد سالب والقطب المجاور موجب. إذن هذا بالنسبة للحالة الثانية. نمر إلى الحالة الثالثة. إذا عندما نلامس جسما مشحون بشحنة موجبة بجسم ناقل معزول ومتعادل كهربائي، ماذا يحدث؟ في هذه الحالة يحدث انتقال، يعني ننتقل من التكهرب بالتأثير إلى التكهرب باللمس. يحدث انتقال للشحنات السالبة من الجسم الناقل إلى الجسم المشحون بالشحنة الموجبة. إذن نبين ذلك بالصورة أو بالرسم. نعم، لاحظ هنا أمامنا جسم مشحون بالشحنة الموجبة، يعني شبيه بالحالة الأولى التي بدأنا بها، ولكن في هذه المرة سنلامس. حينما نلامس ماذا يحدث؟ يحدث انتقال الإلكترونات من الناقل إلى هذا الجسم المشحون بالشحنة الموجبة. وإذا أبقينا على هذه الحال فيصبح لدينا هذا الجسم انتقلت إليه الشحنات السالبة، ويصير الناقل منقوص الشحنات السالبة، يعني تظهر عليه الشحنة الموجبة كما هو مبين في الصورة. ننتقل إلى الحالة الموالية، الحالة الرابعة. عندما نلامس جسما مشحون بالشحنة الموجبة بجسم عازل، ماذا يحدث؟ عندما نلامس، إذن نحن أمام الحالة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. إذا لامسنا جسما عازلا متعادلا كهرباء بجسم موجب الشحنة، ماذا يحدث؟ يحدث كذلك هنا انتقال بعض الشحنات السالبة من الجسم الأول إلى الجسم المشحون بالشحنة الموجبة. يعني هنا في منطقة التلامس يمكن للإلكترونات في هذا السطح المتلامس، لأن هذا جسم عازل لا تستطيع الإلكترونات الانتقال عبره، فماذا يحدث؟ منطقة التماس يمكن أن تنتقل منها إلكترونات، يعني شحنات سالبة من العازل إلى القضيب المشحون بالشحنة الموجبة. الحالة الخامسة، عندما نلامس جسما عازلا جسما ناقلا معزول وغير مشحون، جسم ناقل معزول وغير مشحون بجسم سالب الشحنة، ماذا يحدث؟ كذلك هنا يحدث انتقال بعض الشحنات السالبة من الجسم المشحون إلى الجسم الأول الذي كان متعادل، نرى ذلك بالصورة. عندما نلامس جسما ناقلا، أين هو الناقل؟ ها هو معنا باللون الأحمر، ناقلا معزول وغير مشحون. هنا من المفروض أن هذا الجسم متعادل في بداية الأمر، نلامس منه أو نلامس به جسما سالب الشحنة، هذا جسم مثلا بلاستيك أو إيبونيث تم شحنه بطريقة من الطرق، صار لديه فائض من الشحنات السالبة. عندما تلامسه بناقل معزول أي محمول على عازل، فيمكن للشحنات في منطقة التلامس أن تنتقل إلى الناقل، حينما تنتقل إلى الناقل تستطيع الحركة عبره، لأن هذا من خصوصيته أنها تنتقل عبره الشحنات، لكن هذا لا تنتقل عبره، بمعنى الانتقال هنا من الجسم المشحون إلى غير المشحون يتم فقط في منطقة التلامس، تنتقل الشحنات السالبة من الجسم المشحون بالشحنة السالبة إلى الجسم المتعادل. الحالة الموالية السادسة، عندما نلامس جسما عازلا وغير مشحون بجسم سالب الشحنة، إذن نرى ذلك بالصورة. عندما نلامس جسما عازلا،
هذا هو الجسم العازل محمول على حامل عازل، إذن عازل بلاستيك إيبونيت خشب، نلامسه بجسم مشحون حامل للشحنة السالبة. هنا كذلك يحدث انتقال بعض الشحنات السالبة. من أين؟ في منطقة التلامس دائما يمكن أن تنتقل الشحنات من الجسم المشحون إلى الجسم غير المشحون. السؤال الموالي اختر الجواب الصحيح. السؤال الرابع، بعد ذلك قضيب مطاطي بقطعة فرو أو صوف، تنتقل الإلكترونات من الفرو إلى القضيب أم من القضيب إلى الفرو؟ إذن تنتقل الإلكترونات من الفرو أو الصوف إلى القضيب، يعني عندما نقوم بالدلك ندلك قضيبا مطاطيا أو قضيبا من الإيبونيت بالصوف أو الفرو، فإن القضيب يتكهرب بمعنى تنتقل إليه الإلكترونات أو الشحنات السالبة من الفرو. الفقرة الثانية، بعد دلك قضيب زجاجي بقطعة حرير، تنتقل الإلكترونات من الحرير إلى القضيب أم من القضيب إلى الحرير؟ إذن في حالة الزجاج يحدث العكس، تنتقل الإلكترونات من الزجاج إلى الحرير، بمعنى الزجاج أثناء دلكه هو الذي يفقد بعض إلكتروناته أو بعض شحناته الكهربائية فيصير مشحون بالشحنة الموجبة، في حين أن الإيبونيت في الحالة السابقة يصير مشحون بالشحنة السالبة. الفقرة الثالثة، في كلتا الحالتين يكون عدد الإلكترونات المفقودة والمكتسبة متساويا أو غير متساوي؟ برر جوابك. إذن في الحالتين سواء فأثناء الدلك سواء في الإيبونيت أو في الزجاج كلاهما تكهرباء، ففي حالة الفقدان وحالة الاكتساب يكون عدد الإلكترونات المفقودة أو المكتسبة متساويا، وهو ما يعرف بانحفاظ الشحنات، مبدأ انحفاظ الشحنات. بعبارة أوضح، حينما تدلك قضيبا من الإيبونيت أو من المطاط بالصوف، عدد الشحنات التي اكتسبها القضيب من الإيبونيت هو نفسه العدد الذي فقدته قطعة الفرو أو الصوف. يعني إذا الإيبونيت اكتسب 1000 إلكترون، فتلك 1000 إلكترون هي التي فقدها الصوف أو الفرو. في الزجاج نفس الشيء، عندما تدلك الزجاج بالحرير، إذا الزجاج فقد 1000 إلكترون معناها أين ذهبت؟ هي التي اكتسبها الحرير. إذن فهذا ما يعرف مبدأ من انحفاظ الشحنات أثناء التكهرب. إذن في التكهرب عدد الشحنات التي يفقدها الجسم الأول هي الشحنات التي يكتسبها الجسم الثاني. نمر إلى التمرين الخامس، أكمل الجمل التالية. تتكون الذرة من ماذا؟ تتكون من الإلكترونات وهي الشحنات السالبة، و تتكون من النواة بها الشحنات الموجبة. للجسم السالب الشحنة فائض أو زيادة في عدد الإلكترونات، وللجسم الموجب الشحنة نقص أو عجز في عدد الإلكترونات، لأن هذا فقد، الجسم الموجب يكون قد فقد، والذي يفقد يصير لديه نقصان أو عجز، بينما السالب الشحنة يكون لديه فائض بمعنى اكتسب شحنات من غيره. جسمان لهما نفس الشحنة الكهربائية، يعني مثلا كلاهما مشحون بشحنة سالبة، فإنهما يتنافران حينما نقربهما من بعضهما البعض. إذا كان موجبين أي كلاهما لديه عجز، حينما نقربهما كذلك يتنافران. جسمان لهما شحنتان مختلفتان يحدث لهما تجاذب أي يتجاذبان. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية السلسلة الأولى. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، وإلى الملتقى مع السلسلة الثانية بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.